الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين كسو جرني باب كياها الشفقة والنصيحة سيدا ماهين طيب وحين كسو دنبيي إياك والمعادات فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك وعليك بالتحمل لا سيما من السفهاء ها هي لحكوا يلحظن بينك بالله بينا وانشأت وانشدت لبعضهم شعرا وانشدت ونقب ييبو يري لبعضهم شعرا هذا الكاود بييبو الربع شيخ ينو قبي كتيريو واه اياك والمعادات قفك طالب العلم قا وحن كاقد قيا اذيق ايا عليتا حيا ليويكو عيبين ايسا واختي قاقي كاضي عيسا اسلامرك انا وحالك ادون ايا انت عليتمي لهيد تحمل ايا دلقات قارا هان دتك سوف هذا الله دلقاته وحما قارت هذا الله دلقاته وانشدت لبعضهم قاربان اوقا بيو وحان اريبو يري بلوت الناس قرنا بعد قرن بلوت معنى وحويان وان جربي وان امتحاني وان اي دتكي قرنا بعد قرن قرن بقرنك له قرني بقرني وكدن بيبان فيريي دبانو دوري دتكي بان فيريي اخلاقيات كودي دقن كودي نولوشودي سيدي اهان جيرين وحاسو ايدل ولم ارى ما انا اركن غير ختال مد خيانة بدن وقالي يا مد هذا البدن مو يوحكله بمعنى وامد نقر يا حالت يا مكري كو استعمالا وامد هذا الكافي دي مركا ولم أرى ما أنا أركن في الخطوب حق أتكانتي أشد وحك قدرا وقعا لعتان وأصعب كذا أضيق بذن من معادات الرجال رجل عليتك وحك أضك أو كرد بذن إما الصومر نن رجل الله عليتمه يا رئيس ملة وقرس ملة قف بن آدم أو الله عليتمه وحك حن ملها بير إما الصومرين ولي ولم أرى ما أنا أركن في الخطوب خطوبك هو حلو لجي ذا وحاد ودرن أشد كبا درن بوقعا حق الدعيتان كما أنا أركن وأصعب كأذيق بذن من معادات الرجال رجل عليتنكي أما ابن آدم بل عليتنكي سا وذقت وادد ميبو يري مرارة الأشياء أشياء ذا خرار كذيبا ندمي مرارة ووحا خراروي خرارك أشياء ذان ردمي طرا واختي زمنا يعني طرا على وزن زمن ويان وانا يسكن معنا وما ذقت ما أنا ندمينين أمر وحك خرار ما أنا ندمينين من السؤال سؤال وحك خرار وياك وحنك قدق يا أنت ظن إن أد موديد بالمؤمن قفك مؤمن كحقي سإن أد أم ليسو سوءا حمان قفك مسلم كمؤمن كحقي سإن أد أحم بارتم ملحن تاسن كاجد دقي اسكا الهالي يدو ملوه بو خن يحي هدا نقف مؤمنه ان حمان وسي قادو اسكا الهالي تا يدا حيلي النبي عليه الصلاه والسلام ويسقي نوت المام اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وحن اذا كاجد دقي ملها حيل ملوه شيك الله حمباره يا ور لا قادو اي حمان بدن يحي اد بو خن يحي قفكن اسغا اوغو فيلن و خن نار كو galo marka sida darteeda iska ilaali bu sheekhu leeyahay iyaka waxan kaaga digaya
أن تظن إن حمان قادو أو ملحن أدو قادو بالمؤمن سوءا حمان فإنه محايا لي حمي قادي ديويا حمها وضدك اللهم ليا منشأ العداوة عداوة يعليتا باللوغة ديويا وماشأ وقوه الرئيسويا ولا يحل ذلك أرن كان مبنانا قفك قف حنما أقفي عن معها ساي ساسا أم لينا يا أنت هدي قادم حد مالين ساي ساقي مرك هذا الكائن ملها عاد أذقو تري هدي لقى جرسي محد ما لينسا عليتنا ودن ماشوا كبل لابنيا مركز إذا درت إذا إسك إلى لوح ونعكس معها ولا يحل ذلك أرن كان مبنى أنا ويرشه وإنما ينشأ ذلك أرنتا وحي كبل لابتا ومن خبث النية نيذحن يوسو السريرة سرت هوسين سريرة وحلو لجي ذا اللابت هوسو حقوفك كشة كيسان يسيقي نفتي سي ربي يوم بايس أوغي تاسو حماتا ايكا باللابتا قلبك اغاين ادوغو هايسود قعان يسو وحن او دوادهدنا ادادوغو تراهدو بنانكا كاغا صوبحا كدبنا ددكو اي حمباران علاضو نمبا هلكا سيمركا كباللابا نيسا اسكا الالي مركا سيدا سوء لجي ذا كما قال ابو الطيب سيدو هريب او يري ابو الطيب المتنبي ويان شاعركا اها اذا ساء فعل المرء إذا ساء هدوح ماذو فعل المرء قفك فالكيسي فعل كيسي هدوح ماذو ساءت ظنونه مليه سنواح ماذا قفك هدي الله أركي إسوغو آنا نوح ونأك سنين أي كي رمو غموغته ملاح الله حمبارا ينواح مانا يا مركيبة مركيبة تهما إيمانيس مركيبة وحبال لغو التوريا وصدق وحان الرموبيا ما يعتاده من توهم وحقو كعاذا لكتي qofki isaga wax u maleeynayay qofki markii horeba wax xaqiisa u hayay laab xun u hayay niyad aan wanaagsanayn u hayay wuxuu maleeynayay ba ku dhabobay macne wixii lagu sheegay ba imanaya xaqiiqo macne taawiyan waada taasina wixii keenaysa inay la culoobaan qofka ficilka xun sameeyay ee malaxuna loo xambaaray ee arintina ay dhab noqotay waada waxa la culoobay muhibbihi dadkii jiclaaba la culoobay يقول بقول عدائه وحين كل علوب ينوامح وحين لقفي ذي بقول عدائه دتك عراد وحنبار هذا الكيسي وأصبح في ليل مركاس وحن نغضى هبين ومن الشك مظلمي هبين شك أهم مذوب نغضى أدونك يكجري أدن بلن مذوب هذا معني ما العلا إساقو مرأيه عذنا إنا لها اللينين وعذنا دورينين وعذنا إنا لشيكي سنين مقدب كجره dadkii atqaanay ba hadayna dadka atqaanay inuu ku noqonin adduunyada waxa lagu wada socdo aan wajiga iyo macrifada iyo aqoonta hadii lagu inkiro magaalada deganeed iyo wadankii deganeed iyo qaribu kugu noqonaya qisada waxa noogu filan qisadii saxiixayga ku soo aroortay aayada fi suurati tawbana ku soo aroortay wa ala thalathati alladina khulifu ma qam al mud ba hadalka laga joojiye saddexda saxaabi kuntan cishe ahayd oo kaliya ila magaaladii ba ayna noqonin magaalada yaqaanin dadku dadka yaqaaneen ma wixii u dhanba is wada bedelay iyadoo hadana saasay tahay aanan malo xumaan loo qaadinin laakiin hadalkii baa laga gaabsaday balka warantaas ay kuugu darsantay dadkii oo hadal hoose oo aan wanaagsanayn ku haya adduunyada dhanba kula madoobaanaysa macni mugdi bay kula noqonaysa sidaas weeyaan marka sheekhu taasu ka hadlaya wa anshadtu li baadhihim qarban u gabiyo waxaan ku yiri tanaxa isaga fogo wacanil qubxi xumaanti wala taruddu hana u celinin xumaanta qofka kugu sameeyo xumaan ha u celin wey macni wala taruddu hana celinin macni waman awlaytahu qofkaad u samaysay xasanan wanaag fazidhu u kordhi qofkaad wanaag u gashayna ha ka goosanin wuu yicaayay beri oo sidan u yeelay oo kan oo hadhihin وزيادي اسك سي سي حي لا ايدي في سوره محيهيد النور با سداس اهيد الله يري سبحانه وتعالى ولا ياتي اولي الفضل منكم قصدي ابو بكر الصديق هي مصطح بن اثاث حديث الافك مركو كقيب قاتي وفيديه حمانتي مصطح مهاجر بوها ابو بكر بي قرابه اهاين اسغا نفقين جري ارنتي مركو اوغادي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه ان وخلدمي انتي وسين جرينا وكا غوستي وانا غاهيد إلهي بسودجي سبحانه وتعالى آيضا إساقي عدي لامضة ودنبا ولقول ليها ألا تحبون أن يغفر الله لكم ورمي إذن دونين إلهي دنبقي النداف بلا بلا أبو أروني أبو بكر إنتو سينجري يزياد ولبسي يمرك الدنبان
dib ugu noqday marka sidaas oo kale weeyatan xaysaga fogo anil qubhi waxa xun isaga fogo wala tarudda han celinin waman awlaytahu qafkaad siisay xasanan wanaagaad siisayna fazidhu usi kordhi satakfi marka waxa kaaga filanaya min aduwika cadawgaaga waxa kaaga filanaya kulla kaydin xumaaniya dhagar walba kaaga filanaysa isagaaba isugu filan xumaanba qofka maxay oran jireen cadawgaaga qofka ah mahma haba jirtay xisuusiyad dad garanaysan soo wagba la siyaa waka hadaba macna qofka godkaaga qodaya isaga waxba la siyaa waxba la taara ilaahay ba subhana wa ta'ala wala yahiqul makru sayyim hidayati illa bi ahli xumaanta qofka maleegaya ee dhagarta maleegaya isagu unbay qabsanaysa marka dambe isaga ku soo baxayo ku dhacaya Soomaaliduna maxay oran jireen god cadaawu ha qodin haddaad qodana hadheerayn ku dhici doontida moogida satakfi min aduwika cadawgaaga waxa kaaga filanaya kulla kaydin dhagar walba uu maleegaya isagu idha kaana alcaduwu idha kaada alcaduwu hadduu cadawgu maleegayo idha kaada waa xeeladaysigii weyaani kaydkii hadduu maleegayo oo xeeladaysanaya cadawgii falaa takidhu adigu markaa ha u xeeladaysanin hadduu isagu maleegayaad aragto inuu xumaan kuu samaynayo wallahanna maan sameeya hadhi faraha isaga qaad إلهي سبحانه وتعالى عادل عدالة إلهي با إيمانيس عدالة إلهي با سود قيس وانشدت للشيخ العميد أبي الفتح البستي أي أن أقب يبويري ذو العقل لا يسلم من جاهلي دون كان أنه كن نولنا هاي ذو العقل قفك عقلك أصاحبه المرء ذو العقل ويان قفك عقلك أصاحبه لا يسلم كمن بتقلو من جاهل قف جاهل كمن بتقليه وإلهي با ضدكي با إس السريوي هاي الإلهي بقرآن كي نقول شيء وجعلنا بعضكم لبعض محايدة يدي فتنة قاركين بان قارك كلا فتنة أغردقني ميان لصبرينين ميان لدل قادنينين أفلا تصبرون وي أتصبرون هل أتصبرون أفلا تصبرون ورمي إذن دل قادنين إيغينين ووحن إلهي بأمرك ضدكي سبحانه وتعالى سداس أي إلهي إسوغو والاسك الله هذا سيدا صلى الله عليه وسلم الله هذا وي ذو العقل قفك عقلك أصاحب ألا يسلم كمن نبت قلو من جاهل يسومه ددنسية ظلما إيو محايدين قرأ لك وإعناتا عنت كيويا وماذا حذيك إيو ظلمي ددنسية مركا سيدا درت إذا فليختر هاد دورتو قفك عقلك أها فليختر هاد دورتو السلم النبت قليو على حربه الدقال كيسة دقال كان وكوكوها ايو نبت قليك الدورة ديو هلا الدقال لامي حي له الدين للدقال لامو اسكو مرتبع الله إيمان ايا انو عاقل بانا ها مسعونيس اسكو جاهل بو ها مسعونيس انو احقرد بانا ها مسعونيس اسكو دقم بو ها مسعونيس اسكو مدبالي هاي كالعلي الرقوي اوش وليلزم مركا قفكو هاد دورتو وهل لازمو الانصات انصاتا آموسكا هاد دورتوي الانصاتكو آموسكي ويان آموسي ينبت قليو تاسي كجرتا فصل في الاستفادة وحوفة سليها في الاستفادة وفايدة دونك انو فايدة استقفكو نولشي سبا انتو نول ياهي وطالبو يقفكو او حبور دلبا ياه نولش هذا انتا نولش هاي وحفايدة استو يانوكو سومر انساعد بلا فايدة وينبغي وحواجب أن يكون إنه نغض طالب العلم مستفيدا مدوح فإذا استفي كل وقت حل والبا حتى وقت والبا معنى إنه يهي مدوح فإذا سنية وحل ونوعب فإذا سنية ما بجر تبقف كمسلم كحل والبا حبو فإذا سنية حتى يحصل له إلا هو حصل غفك مسلم كاها الفضل فضل إلا هو حصله والكمال إلا هو حصله لما يستر في العلم علمك إلا أو مرتبتك قال واحدة مين يا علمك إن المجره حي لو ما أوتيت من العلم محايدا يدي إلا قليلا إلهي بقى إنه الشيخ سبحانه وتعالى قصدي في الصحيحين محايا هيد خضر عليه نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام مركي حديثك في الصحيحين نبي الله خضر دونتي أي سار رأينا إلهي قرآن كان إنه الشيخ في سورة الكاف قر كذي جيس كذي بقى واحد سوء استاقي شمر مركز بيها أفك قليي
markaas uu weydiiyay khadir oo wuxuu ku yiri shimbirka biyahu afkii liima aragtaa ha aniga cilmigayga adiga cilmigaaga iyo cilmiga khalaaiqdo oo dhan hadii la isku daro laba bac dhigo ama loo dhinac dhigo ilaahay cilmigiisa shimbirkaasi intuu biyaha afka geliyo oo kale weeyaan bas macnuhu waa maxay wax bini aadan cilmi sheeganayo dhan haddii laysu keeno waxay cuquul leeyihiin oo dhanna la isu keeno cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala marka la dhinac dhigo shimbirkaasoo kale weeye intuu afka ka geliye afka wuu geliyo biyo soo qaad laakiin ma wax la dareemaya maya waxba la dareemi maayo in bini aadanku cilmi leeyahay cidina uma diidana laakiin haddana cilmigiisa waxba maaha ilaahay cilmigiisa marka la garab dhigo marka qofku ilaa uu gaaro heer weeyaan ilaahayna wuu inoo sheegay wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid walba mid baa kasii sarreeya wa tariiqu listifaadati waxa weeyaan dariiqa wax faa'idaysigu an yakuuna macahu waxa ugu horreeya qofka taalibulcilmiga lagu yaqaano waxa weeyaan inuu ahaado magiciisa macnaa inuu sito weeyaan fii kulli waqtin maxbara qalim xataa yaktuba ilaa uu ku qoro maa yasmacu wuxuu maqlo min alfawaa'id alcilmiyati faa'idada cilmiga mar walba waa inuu sito qalin oo wax allaala wuxuu maqlo ku qoranayo maxaa yeele xadiidka nebiga wuxuu ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh qayidu lcilma bilkitaaba sheekh naasirna waa xasaninayay qayidu lcilma bilkitaaba oo macnihiisu waxa weeyaan ku dabra cilmiga qoraal ku dabra wax walba dabar buu leeyahay haddii neefkaaga banaanka taagan aadan dabrin wuu kaa baxsanaya laakiin haddaan dabar ku dhejiyo ka war maiga baxsan karayaa maya ma baxsanayo cilmigiina waa la mid waxaad maqlaysay ma wada xifdin karaysid haddaad xifdisana ku wada joogi maayo zaman baa kaa daba imanaya waqti baa kaa daba imanaya wixii o dhan way isa sii tirtirayaan meel laakiin aynan kaa tirtirmaynin baa jirta haddaad ilaashato waa qoraalkan aynu qorayno sidaa darteeduu nebigayna amray salawaatullahi wasalaamu calayh qayidu lcilma bilkitaaba haddaanan cilmigan la inoo qori lahayn oo qur-aanka la inoo soo qori lahayn malaha maanta waxbay nagama soo gaarin wuxuu inagu soo gaaray waa qoraalka la inoogu xifdiyey ajyaasha dambe waxaynu ugu ilaalinaynana waa taasoo kale weeyaan wayan marka sidaa darteeda wa tariiqu listifaadati faa'idada dariiqeeduna waxa weeyaan an yakuuna macahu qofka taalibulcilmiga miciisa inuu yahay fii kulli waqtin xilli walba maxbara maxbaradu waa khaddii wax lagu qori jiray waagi hore khad bay ahayd soomahinii qalin wax lagu qoro taasaa loola jeeda hadda laakiin waa qalimkaa loola jeeda xataa yakuuna xataa yaktuba ilaa uu qoro maa yasmacu wax allaala wuxuu maqlayo oo min alfawaa'id alcilmiya faa'idada cilmiga ah faa'idada cilmiga ah oo qofku mar walba waa inuu wax qoro wey ina waxbaad faa'idaysanaysaa intaa haddaad tiraahdo waan xifdinayaa waa kaa lumaysaa khaasatan zamankan aynu noolnahay qiila waxaa la yidhi maa xufida wixii la xifdiyaa farra waa cararaya wamaa kutiba wixii la qoraase qarra waa sugnaanaya farra macnaa waa min alfiraar waa carar wey waxaad tiraahdo waan xifdinayaa kaatag waxa laakiin aad qortaa durbadiiba waad la soo baxaysaa waad fiirsanaysaa hadday maskaxdu khaldantay si uun qoraalku laakiin waa sidiisi isma bedelayo isagu sidaa darteeda waxaa la oran jiray maa xufida wixii la xifdiyey farra waa cararayaan wamaa kutiba wixii la qorayse qarra waa sugnaanayaa oo istiqraarkii weeyaan macnihi wa qiila waxaa la yidhi alcilmu sidiisaba cilmiga maxaa la dhahaa waa maxay cilmi wa maa yu'khadu wixii laga qaato min afwaahi rijaali ragga afkooda wixii laga qaato liannahu maxaa yeelay culimmadii weeyaane yaxfaduuna way xifdinayaan axsana maa yasmacuun wixii ay maqleen wixii ugu wanaagsanaa bay xifdinayaan wa yaquuluuna markay hadlayaanna way odhanayaan axsana maa yaxfiduun waxay xifdiyeen wixii ugu wanaagsanaa bay ku hadlayaan hadalka intii nuxurkiisa ahayd ee murtidiisa ahayd ayay ku hadlayaan wa wasaa asadru shahiidu xusaam addiin ninkii la oran jiray ayaa wuxuu u dardaarmay ibnahu wiilkiisii shamsuddiini ahaa an yaxfada inuu xifdiyo kulla yowmin maalin walba shay-an wax un yar oo min alcilmi waalxikmi ah xikmati ah cilmiga iyo xikmadii inuu xifdiyo wax yar oo ka mid ah maxaa yeelay fa innahu xilliga waxaa yar xifdinayo siyaasiirun waa wax yar weeyaan laakiin wacan qariibin xilli dhow maxay isu bedelaysaa yakuunu inuu noqdo kahiiran wax badan waa nagii soo tilmaamaynay maalin walba hal aayad un qur-aanka haddaad qaadato
imisa lagu dhameynayaa inay maalin walba aayad kaliya haddaad qaadato waa 17 bilood ee 17 sano khalas way dhamaatay imisa 17 sano ka hor yaa duq qof walba bilaabi laha malaha maanta meel baynu mari lahayn ku dhameeyay iyo ku sii dhowba arka qofka haduu maalin walba un aayad kaliya aayadi waxa kamida mudahamatani wa aayad kaliya suma wa aayad kaliya wiyan qul huwa allahu ahad wa aayad bas hadafini birri hadati maada allahu samad kudar idha tadayantum bidaynin marka aad gaartid meel weeta hilibka marka la qolayinka hilibka jira lafta iyo seeda iyo xayirti iyo intii wanaagsaneed waa isku jaraan qur'aankana waa la mid halka xarafna waa jiraa ayada dheere bee buga dhan aanan way jirtaa marka waa la isugu ka goynayaa laakiin qofka baqara gaaray qof meel gaaray way tagay waa tagay alamtana dhaafay marka muhiim weeyaan hadda ka horba waddankan Holland kelimad sidaas oo kale mu'tamar aan lahayn hadalka ayra waxaan ku jiraa qofka haduu maalin walba xifdiyo sanad markii ka soo wareegto waxa dhici karta inuu wax badan xifdiyo hal xadiis dad maalinta xifdis sanadkii dambe bi qudrati Allah baan tagay markii barnaamijkii su'aalaha iyo jawaabaha la mariyay ninba istaago wuxuu yiri anigu su'aalna ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan wax yar sheekh ku xusuusiyo haye sanadka hore xilligan oo kale maanta oo kale sooma ahayn xilligaad hadalka ku hadashay ha waan bilaabay biiri maanta waxa aan mareynana suuradii baqaraahidna waa dhameeyay Ali Imran baa nus maraya inay waa 365 cisha ka soo wareegay marka baqara uu dhameeyay Ali Imran buu nus maraya 366 xadiithna waan xifdiyay maalin walba hal aayad iyo hal xadiith baan qaataa biiri khalas waxaan filayaa hadda taqriiban nus waa gaaray malaha marka qofka inuu isagu iska adag yahay muhiim ah jadwalka uu sameystay inuu ku socdo wax walba oo yimaada adigu marna ha baajinin haba yaraada haduu doono macni waa qaya qof aan aayad xifdin karin inuu nagu ma jiro aayad kaliya idha tadayantum bidayn ila ajal wa hal aayad weey quraanka oo dhan halkaas aayada ugu dheer inta kale waa ka yar yaryihiin daba badato waa 3 sadar 4 sadar kuwa ugu dhaadheer waaye marka sheekhu wuxuu yiri wadaadkaas sadr shahiid Xusaamuddiin ayaa u dardaarmay wiilkiisii Shamsuddiin ahaa an yaxfada kulla yawmin maalin walba inuu xifdiyo shay'an oo min alcilmi walxikmati fa innahu yasiiru waa yar yahay xilliga uu xifdinayo wa can qariibin laakiin waqti dhow yakuunu kaiiran wax badan buu noqonayaa kale qofku uu ka caada dhiganaya maalin walba markuu aayad xifdiyo intii horena uu akhrinayo ka lumay maayo aayadina uu sahlanaanaysa tu maalin walba jiim ka tago oo maalin walba bir qaadaya ka war sanad dabadeed murqihiisa xagee la kaanayaan murquf buu noqonayaa sama wa sidaas oo kale weey maskaxduna waa murqaas oo kale qofku maalin walba haduu aayad kaliya barto maalinta dambe waxay doonaysaa 2 aayadood in looga dhigo way ka adkaanaysaa maalinta 3-aad 3 bay doonaysaa xilliga dambe 4 bay jidhan baa ku yaraanaya 2 bog iyo 3 bog buu maahmaahanaya waa sidaasoo kale weeyaan marka sheekhu wuxuu yiri washtara Isaam ibn Yusuf wuxuu iibsaday qalamin buu iibsaday bidinaarin dinaarku waa kii dahabka ahaa muunan haysanin xilliga marka kelimad xikmad ah buu maqlay ama xadiith buu maqlay sheekh buu ahaa wuxuu nacayay inay ka fakato marka qalin buu yiri iga iibi inuu u baahan yahay ragoofurka wuxuu yiraahdaan ma qabtaa qaali ma rabtaa raqiis ma kala garanaysaan macneeda Ibrahim baan naga maqan ma qabtaa macnaha waxa weeye ma haysaa waa wax qaali awi hawa haya imisaad iga siinaysaa marka inaad muxtaad tahay baan kuuga waan kugu qaaliyeynaya laakiin ma rabtaa haddaan ku yiraahdo ma doonaysaa waa rakhiis wey
ونول بان هيا مدونيسا وما ميمسا مركز طنفه انتو اها نسكي بان كله انه وادقو اذيكي بادونيه محتادة مركز واسي داس ويان شاخ مركز قلم كي الربينو ايبسدو واشترى وحوكو ايبسدو عصام بن يوسف قلم انبو ايبسدو بالدينار انبو كو ايبسدو ليكتب انو قره ما يسمعه وحو مغلي في الحال حلقة وحو مغلي حلقة إنه أكو قرى درته دابو الدينار وغا يبسده فالعمر سيدا درته دا شيخ وحير عمره قصير وقابين يهي والعلم كثير وابدين يهي وح عمره قاقا كوسر تقلين يماه بقول يلا بقول صنابة هدين لغو سيو علم جيبا كوين ولي مكو بكريست أوه سيدا وي فينبغي سيدا درته دا وح واجبا ألا يضيع إنو ننلو منين طالب العلم الأوقات واختيادة إنو ننلو منين والساعات ساعدنا إنو سنلو منين ويغتنم وإنو كفا إذا استو الليالي هبين ذي إيو والخلوات خلوات كو مركو علا ذي هاي مركو علا ذي هاي حلق أنا وإنو كفا إذا استع اللضاء إيو كل جي هاي إن عذين الربشينين الدنيا دورنا أيتكوة ذا دقنتا يحسلون يا هاي حلق أنا وإنو كفا إذا استو يحكى وحا لغا ورما او لغا شيغا عن يحيى بن معاذ الرازي وامام كميدا امدي هره انه قال انه يري الليل طويل من عاقل اها او عالم او من علماء الكبار كميدا زاهدنا اها ورعها اي وحو يري الليل هبينك طويل ودير يحي فلا تقصره هاكو غابين بمنامك هردد هذا ورهبينك ودير يحي سيدا او غلغلنيسون هردد هاكو يرينين او هاكو سو غابينين ومعنوه هو محي ساعد بضان إنه دهردها كردين والنهار مالنتينا مضيء افتين باجرة إيه فلا تكدره هاكوه وسخين بآثامك الدم بقاقة مالنتونا وإفتين با إلهي كردين سبحانه وتعالى إنه دوح قبسته أو هول قبسته وأدونك شقيسته دم بقاقة إسك إلالي حيا لي وحل بن آدن لدحق لي وقفك بن آدن حلق ودتك لدحق له مالنتي dad baad la tacaamulaysaa dad baad la dhaqmaysaa dad baad la nooshahay dad baad wax ku darsanaysaa dad baad adiga wax kugu darsanaya noloshaadi kula wadaagaya sida darteeda dambiga iska ilaali habeenkiina hurdada iska ilaali hurdada badan wayan bagi waxa waajib ah in yagtani maqfka inuu ka ashiyux inuu ka faa'iideysto culimadi waystafida minhum inuu ka faa'iideysto inuu ka ganimaysto غنيمد وا waxaa la helay faa'iido aan waligeed baadan joogto ku noqoneynin sida dagaalka wixii lagu helay qaniimo la yiraahdo Soomaayeen wixii laga dagaal dhacawn taas qaniimadu ay timaada macnuhu waxa loo leeyahay waqti walba lama helay xilliga culimada la helo inuu ka faa'iideysto oo way istafido sidoo kale uu ka faa'iideysto minhum iyagi walaysa kullama fata yudrak wax walba oo ku dhaafa lama gaaro wixii ku seegay khalas tiksimaad male tage waxa الشلاين هد كفايدة ساتاجنتها معني كما قال السيد يري أستاذنا أو يري شيخ الإسلام في مشيخته كتاب كيس مركو كهلي كم من شيخ بضنا شيخ كبير وين أدركته أن سوغاري أو ما استخبرته لكن أنا وحبك قاضنين معنى هدو شلاين يا وليا هي خبر بقى أنا وريسنين وأنا أرضي أنقنين وبضنا علمه زمن كي أنا يرجوغي لكن هدنا أنا وحبك فايدة سنين وأقول سيدا درت هذا علم ذو حياة هاي كوا وريجا لولك أنت سيد طوافين وعلم ذي هبل بان ودن كاجوجا مركل يراه ذو اللقين جرين إمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه لحية طبعا سنو جري مال أنتو كسر تجي بغداد أو يمت صنعاء صنعاء حاجة قلت عليه يمن بغداد نحجة هيد بل أنت اللي سجل لقين يكور واللحية طبعا شروي إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كوي طبعاً سنو جري مارين تكتغي مكة أو مدينة هذه أفر بقول يكنتس كيلومتر كوي طبعاً جرى وحيوب بحيينا وحكا لما هينا وحيا هيد إنو كفا إذا است إمام مالك رحمة الله تعالى عليه كتابكم وطع كد الأخرية وهي البوها إمام مالك مركو تكي إلما هنيرا مركز يعير قفكو أخرية مكود دونا مركز يري مايا هدان أنا وكو كد الأخرية نب مالك بالأخرية وهي هداد أخرين كرت دوشوك آخرية أو بالسيوت هاي أو سيوت وبالله يا بيبا هادو مركو دمي بحكو يرويل يوحان أركا إلهي قلبك إنو النور قلي معاصد إسكا إلالي مركو والا قفا إذي سنجر والا أمبا بيحجر والا رادين جر علم هذا
وأقول حنيرب يري في هذا الفوت منشئا هذا البيت فسيجتانك الله سيجو فوت وعافيتانك يكون عافاني سيجتانك الله سيجي علمذي قبل يبان كتير يبيت كان وحير لهفا على فوت التلاقي لهفا لهف جوحة ويوحة شوقي كالجعيل كترضى بدن وحات سكتي على فوت التلاقي سيجتان عن سيجي التلاقي لكلا لقاء ويان أصل كيدو كلمة ذا لكلا كيويان لهفا سيجتان عن سيجي ما كل ما فات ما كل ما فات وحو البؤو كدافا ويفني لماذا يلقى مثل لكل ما أما يلفى مثله لما وحو البؤو كدافا وكسيجا هذا ندب مهليسيد أبدا لقد يابو وكسيجا وكاتك كايسجا. قال علي رضي الله تعالى عنه وحيري إذا كنت في أمر هداد أرن تهيدوش هذا مدأة فكن فيه أرن تكأتكو معنى وامحي حالة دا أتكو سوغان تهي كأتكو وهو هنقل تاقن مالك له وكافى بالإعراض عن علم الله خزيا وخسارة وكافى وحاكفلا بالإعراض إن لججيستو عن علم الله إلهي علمي جيسي إن لججيستو أيا وحي كوغفلا تهي خزيا هو قوية وخسارة بيكوغو فلانت خسارة يهوغ الدنيا آخرة بوحقوغو فلان إن هذا العلم وبرانين بو سكتكت وما أنتو واسيدة ينو نهي صلاة مركة لغا بحال لي كتاب الله آخرين أيا سيسو عنا بنان كان لإستاقيا لغو شاكيسان أيا بنان كان لإستاقيا ولذلك علماء ذو مركة أي تلماميين مرك أي تلماميين مرك كشكينيا مسائل العقيدة أسبابها إلهي سبحانه وتعالى وإيمانك وقفك كقاطوة حكمت الإعراض عن العلم إن علمك اللي قجست وحنا الدليل يؤسو الدليشان يعني حديثك النبي عليه الصلاة والسلام إيمانك إن لقال رفعيه أي سبب أنه النبي عليه الصلاة والسلام يسوقوا درسي هيا يا سدح نن حلقة ذي سي مادين mid kamid uu soo dhaadhacay ilaa uu nabiga agtiisii fadhiistay meel ka banaaneed ninna darafkii u shisheeyay buu fadhiistay ninna waa yimid oo way isaga noqday waa ka tagay haduu nabiga hadalkiisii dhameystay calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yiri war saddex diin inay noo timid meedinkaga warrama haa noo sheeg rasuulka allo iyaga keliya faa'iido ma aha anagii faa'iido noota nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri amma ahaduhum faawa faawa allahu ilayhi وسود وذي وسود ما إلى هبة صود مسود وي والآخر فاستحى فاستحى الله من نواحي شودين وضدك صود حجيره جيستا يدرف كاش يشوف النيستي إلى هبة سنك حشودين الله بذوب على خيره كنا إلى هبة صود وي سبحانه وتعالى كنا إلى هبة كحشودين وهدو إلى هيك حشودين ميوك عذابي هدوك صود وي ميوك عذابي مايا الله بذوب على خيره كسد حاد لقيسها الدبا وأما الآخر فأعرض الله عنه وجيستي هو الدبر جيدي إلى هنا دبر كودوي وإلى هدو دبر كودو جل وعلا حقنا حريز كيليس ما يقول لك مهليس وركا حلقات كعلمي قال لقد نقاقيو حدينا نوح ملح أهو قفك ضرورة حيستي النباتة حيستي ننجرين إن لسكي لاليا وناكسن اسكن لقيسو حمبا كفايديسة waxa ugu yareed ka faa'iideeyso xadiidkii nabiga wuxuu yahay salaatu wasalaam oo oranay halaqa wal buu dhikri ah afar shay ba ilaahi ku abaal mariya wamajtama'a qawmun fi bayti min buyuti allah yatluuna kitaba allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa hafathum al malaa'ika wa ghashiyatuhum ar rahma wa nazalat alayhim as sakina wa dhakarahum allah fi man 'inda waxa kale ka faa'iideeyso wa xadiidkii kale isna fi sahih muslim inna lillahi malaa'ikatan sayyahin ملائك سعطوا ليها إلهي سبحانه وتعالى ماشي ذكرك يا علمك يا لغوها يو أي إيمانيان هل كاسي إسدول فوليان ويدقي سينيان مركي دميان أي ربي حقي سآذيان وحكى الله ما أبور علمك أسأل الله أبور حلقاتك إني تقان فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم إلهي باوي ديني يسوى كاق علمي بدن أدو مذيس أحاديث ليربو آها وحي نقخ السيوات أضم ذي ذم حي ويدي سنة ينجن أو جنة ذي ذم يأركين مايا كيف لو رأوها كور رمها ذي أركي لهايان
su'aashay day badin lahayn waxay iga magan galiyo weydiisanayaan nar oo miyay arkeen maya haday arki lahayn ka warama waxay badin lahayn inay ka magan galiyo weydiistaan toorana inay ku weydiistaan way markaas rabbi wuxuu yiraahdaa subhana wa ta'ala ushhidukum anni qad ghafartu lahum ilahay uid mar khaati gashto uma baahne mar malaa'igi ay waxan idin mar khaati gelinaya oo aan marag idin kaga dhigaya kuwa dambigoodaba waa dhaafi halka fadhiyay marka dhaqaaqday ayaa ku dambi dhaafi ninka malaa'igti maala kamida wuxuu yiraahdaa rabbi inna fihim fulanan rabbi waxa kamid ahaa nin dadka meesha isugu yimid wuxuu u yimid xaaje iyo dan weeyaan ma ahayn dadkii cilmiga ku taxnaa ama darsiga isku ballansaday ama meesha cilmiga ku ballamay ee wuxuu ahaa xaaje ayuu yimid oo waa soo mar waa iskala fadhiistay uun inta yare uu la fadhiyey dan iyo maslaxad buu isagu lahaa ee ma ahayn qof cilmiga u soo qasday rabbi wuxuu dhahaa hum qawmun laa yashqaa bihim jaliis waa qolo uunan khayr darri la kulmaynin kii la fadhiisto macnuhu waa maxay iyagii maadaama dembigoodii la dhaafay isna waa martidoodiiyo ku dar waa martidii ilaahay weysna marka cilmiga laga cararayo faa'iida darridiisay ka mid tahay oo waxa maanta ina haysta wey marka cali ibn abi taalib marka wuxuu yiri hadalka isaga kafa bil i'raadi wuxuu ku filan yahay jeesasho laga jeesta can cilmi illaahi khizyan hook iyo wa khasaaratanba wastacid billaah ilaahay ka magangeliyo weydiiso واستعذ بالله إلهي مغنقليا ويديسو منه حقي سكا مغنقليا ويديست علمك أقول لك جيس ذا ويان ليلا ونهارا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع دعا ذي النبي يهيد ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا بد سيدا درت إذا وحا خصبا لطالب العلم من تحمل المشقة إنو حنبارو رفاتك إنو حنبارو مشقة ذي مشق لك الميار رفاد لك الميار دب لك الميار قصدي نبي الله موسى وانقي سومرني لقد لقينا من سفرنا هذا محيهيد نصب ولا بد هذا بوحى خصبا لطالب العلم من تحمل إنو حنبار المشقة إنو حنباره والمذلة هدو لك الموح ذو لنما أنا علمك حقيسي هدو ذو لنما لك المنا إنو حنباره أيا لقدوني في طلب العلم إنتو علمك الدونيو oo inagii soo sheegnay Cabdullaah ibn Abbas cilmigan aad aragteen maanta ee xabrul umma ah wuxuu ku keenay qofku cilmiga ka baranaya iridiisa horteedu saxan jiray halkaas uu ku sugu jiray way dabaysha iyo carradii iyo siigadii iyo wuxuu dhan iyo ku dhacayeen isagoo hadana ahaa ibn Cam Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam aal bayt annabi sallallaahu alayhi wasallam marka qofka inuu xambaara laga rabaa wa tamalluqu madhmumun illa fi talabil ilm تملق وين صوت المانو وحويان إنو قفك يسبهم به أو هوس يسقو لغو يسد الليو وممنوع أصلا الدونك إنتي سكلا أردن إن الله سمي يقفك ما بنانا إلا في طلب العلم قفت علمك الدون يسمو ياني فإنه لابد تاسي وخسب ويان من التملق للأستاذ قفك أه إيا والشريك قفك كل وذاك سنة علمك إيا وغيرهما حاد عيو صلى الله سمعنا يا وللاستفادة منهم إني يقل لقى فائدة يستو قيل وحا ليري علماء ذو هراء يري العلم عز لا ذل فيه علمك وعزي يا شرف ويه أنوح ذل أبلهين علمك قفك إلى هيسيه وعزي يا شرف يا نور يا كرامة ويه وح ذلنا أنا اللهين لكن محل لقو قارا وسؤال ويه لا يدرك لما قارا علمك إلا بذل وحلقو قارا لكن وذل النمو لا عز فيه لكن أنا اللهين وحعزي علمك وحلقو قارا وذل النمو أنا عزي لهين كو كايرو أدهوز فرليستو كو أدهو يسيسي أدهوز فرليستو وحو هياعات كبراتو كدب إلهي سبحانه وتعالى أدهونا درجة وكو قارسين يا مالين بالله هوز فرليسان دونا واسيداوي ولذلك إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه كتاب العلم وحكسه أرورين قولك مجاهد وحورانه لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر لابا قف علمي ما برتان قف مستحيا وهو لا وحشون ايا وحشون ايا ونوعه هذا عشوتكم موناك سنة في طلب العلم يوم مستكبر قف إسلوين قف إسلوين إسنوح ما برانه وسيداوي وقال قائل النبا وحيري أرى لك نفسا تشتهي
أن تعزها أرى لك نفسا وحنكو أركائنا الليذا هي نف تشتهي أدوني سيد أن تعزها أما دوني سنفتاسي أن تعزها إن عز يشرف يش وحنكو أركائنا الليذا هي نف دوني سينا تسرأ قاضو هي محادكو قارسين كريسا وحير فلست تنال العزة ورعزك أي دوني سنفتا ضمته دمت قاركرا حتى تذلها إلا أذل يسيد يضا وإن هذا سندل مركو هوري أدهوس لكتا علمك علمك برشديسي قاذ الشديسي علمك أد سيدا أقود الليسا مركا سينفتي كله تسميسا أي وحبرانا يسويا فصل في الورع في حالة التعلم وهو فصل يهي في الورع حال القوضة كي في حالة التعلم حلك وحبرشدا إنو قفك وورع النقضو حي لي أسبابها علمك برشدي سقفك أسهل يا وحكم إذا أكل الحلال إنه حلاش يقوته وكفك هذا حرمتي شيخ وحيري فكلما كان طالب العلم حل والبؤ هذا قفك طالب العلم أروع مد ورعه كان علمه وحنقنا يا علمي جيسو أنفع مد كان مد نفع بذن هو هل جيابه وذات كنا إنه كلمة يراهذو كاننا إنه كلمة يراهذو لكن كن كلمة ديسي إنا يدتك قلبي قوضي قش كان هادو قرآن كوردان أخرية إنا يحبك قلي ويدو ما دع ذا ومحاد عي صوابع علم ذا وحي يراهذان ما خرج من القلب يدخل القلب وحي قلبك صوابحة يا قلبك كالقلا لكن وحي أفك كصوابحة قلبك ما قراني دقه يقران دقه نواد لميان تكالا كل مر والبؤ وقفك يهي قف إساقا كو عمل فليا علمي سوى قاري يادتك وانا كو انتفاعنا يان لكن هذا معنوه النقض خذ علمي ولا تأخذ عملي نفع ملح بركنا ملح مركز سيدة درت هذا فكلما كان طالب العلم مر الله لي مركو هذا قفك طالب العلم أروع مد ورعه وحلال قوضة كان علمه وحون نقنا يا علمي قيسو أنفع مد نفع بذن واحتر بذن والتعلم له علمك برشدي سنة أيسر ويؤفض ذانيسا وفوائد هنا أكثر وأبدنانيا ومن الورع الكامل وحاكم إذا ورع لما يسترن محاكم إذا أن يتعرض قفك طالب العلم إنه إسكا إلالية عن الشبع نور شيبو إنه شيك دونا شيخ قفك إنه إسكا إلالية أي تهي قاركونا النصوص باكو يميد قارنا ووح أي علمذو إيقو أركين ولقود بونا ذي شيخنا وإنه شيك دونا مركا نصوص ماله ووح خبرة إيقو يقول ليهين أركين مركا تايس ويدين من النصوص هذا مركا شيخ وحير ومن الورع الكامل وحاكم إذا أن يتحرز قفك إنه إسكار دورو إسكا إلالي عن الشبع دركت بذن محايلة دركت ويتين وكسو هذا اللي وهو نكسن معها أخاتير تبا إنه دي ذهد وكثرة الكلام هذا الكبذن إنه إسكا إلالي كثرة النوم هردد بذن إسكا إلالي كثرة النوم يذن وضياع الوقت وقت كيبا كلم إياه وكثرة الكلام هذا الكي بدنانا وإنو إسكا إلاليو فيما لا ينفع وحنان أنفعين قفك طالب العلم قام عالمك وإنو سنقن وحوال با كميت كدبه الله وإنو هذا الكي سيهي مد ميزاما هذا الكي سيهي ميزامية وأن يتحرز وإنو إسكا إلاليو عن أكل طعام السوق إن أمكن عن أكل عند وإنو إسكا إلاليو طعام السوق سوق الراشين كيس وينو إسكا إلاليو عند يدي إن أمكن هذا يصير تقلون نقط هذي دنتو كم عرنسين ويدو وقوني لكن ما شدت كعمد يسوق إيمان يانه كبوق يانه وحكو عنا يانه إنه سان يسقون النقط نين مدلق وعركو وينو إسكا إلاليو ومعنى هو هيبت دوي وينو إلاليو هيبت دي علمك علماء ذهور وحي ديدي جيرين قفك عالمك أما طالب العلمك إنو عنا ذا سوق الله مرأي ساقو عنايا قفك طالب العلمك هاو راشين رشتكو هيا سوق قديسي أما أفكي سوين يهيو عن توقيدي سوين تاي يا علمك يسير دانين يا مرك ضياع علمك يسيب اللوم يا معني حايا لقفك هدي لقورصدو شخصية ديسي وحو حمبار سناوة لقورصدو إيه سجى يوحى حمبارسنا وإسراعيا
ولذلك شريعة إسلامك أهل السنة والجماعة إجماع وحي كويهين إنان وحلقشيقين سحابة واي محيلا وكوي إن وصو حنباري دين تيله هدانو يجي عينه وحي سوق هذين نوانو عينه ما خلط بي شيخ مركو وحي يري وأن يتحرز وأنو يسكر دوره عن أكل طعام السوق راشينك السوق إنو عنو وأنو يسكر دوره إن أمكن هذي سورة قالوا النقط لا مصافر باتهي أما مالين تاوحب ماذن هيلين سوقي مخايد دي باتكتي أدقو النفعة إن هذا حلق أوح عن تاني بمالي لكن محل الديدية إن الأفر إلا تنكا سعميش فرده وددك عمضة هكوكوي ماذن ومرول بميشي لقوكوي ماذو هل كاون دونت كاد فرد سافر إلا تنكي ساعة تازه الديدية سورة قلمة مي وابعد وحاب اسغا فوق معنا راشينكا سوق لا قونيو وفوق يهي عن ذكر الله الى ذكر جيس او واقرب وحو ادو يهي الى الغفله غفله دينا وادو يهي او الى ذكر جيس سبحانه وتعالى ميلهن لي سوقي ما دي مخايده واد اركتين الى ذكر جيس وميشو او يروي هل مان هدي لا يراهدي الى الله المنسيه هنا وميشو او بدن ذكر جي الله هنا وميشو او فوق لا راشين كيالانا وحبرك بدن معها لأن محايا لأبصار الفقراء ضدك مساكين تفقراء عين لهذا أي تقع عليه كل عيسى ولا يقدرون من أوذان على الشراء منه إن إبسدان مع أوذان مساكين أي عين لهذا كل عيسى من أوذان إن إبسدان قدام هذا إني أوكله مساكين تيكو بدنيت معنا ما يشعر مركين لقاصر راح بدي عكريسه والراشين سميسان واحد عونيس مركا فيتأذون بذلك أرنكا ويد بسانا يان ومساكين تيوي من أودان إن إبسدان راشين كينا سورتي سيبا قاضي سبا صوما طيب من أودان أذيكينا واحد عونيسا مركا فيتأذون مساكين تيوي لبسانا يان بذلك أرنكا إساقا فقرضي فيذهبوا سيدا درت إذا فتذهبوا وحا تقيس بركة الطعام وي راشين كبركة دي سيبا تقيس وحوكي اسكوميد ما هراشين كاد مخايضها كعنت ايو كان اداقل كعنت اسكو لدن ما اسكو براكا ما اسكو خير ما اسكو نفع ما واحبا اسكاميد ما موهي نتيجة بسينين كلا عافي ما اتكستقوي وابا قوني با وحوكي اوح الله شيقا علم ذهر وديدي جرين اد بي وديدي جرين حتى وحي اسكا الالين جرين واقي هورا وحيابا بدن اي اسكا دوري جرين وحوكي اوح الله شيقا ان الامام الجليل الشيخ الجليل أها محمد بن الفضل كان في حال تعلمه شيخ إساقا حلقوا براني علمك لا يأكل معني جرين من طعام السوق راشنك سوق يالا معني جرين أرضي بو أها علم بو براني أبيه باككافيني الراشنك لقيسو وحن ميشن كو كينين هاد علم براتو برا علمك وحاد عني الله هيد أنا أقل كوكوس وسمين يكو كيني لكن وح سوق يالا ولقاها عني وأودي ذي ويلكيس مركا ونهى عن طعامي وأودي ذي طعام السوق وياني أي أودي ذي لا يأكل معني جرين طعام السوق من طعام السوق وكان أبوه أبيه وحواها يسكن مد جن في الرسانيق وحلو لجي ذا والريف كيوي وحن يرى هذان دي بدا مقال ذا باديه دقنا هل كاسا بيرو كلها وعمل كلها مرول براشين كو اوسو سميا وا اوسو سيدي صحيدي او كلا وا او كينا انت وسي جوغ هلكا سونا حدانا اودغي وا نوقدا مودا كدي ماركو يس دوه وا دمااده حدانا وا او كينا دغيس هدا قصدن مارك مارك هو يهيئ وا اوسو ديارين جيري طعامه ويدخل اليه وا او كيني جيري يوم الجمعه تضوات كا مارك جمعها الا جمعيه سكل و خوني با مر لو كينا فراى في بيت ابنه مارك ارديدن وي ودا دغنت طلبة العلم قا فرأى في بيته قرقي ودقناوي الكيسي قل كيسي بوحوكو عركي خبز السوق ومح وراشين كي مقال ذا اسمه صاصمينين وانا تيوك لدر دار ما يودي دناويا خبز السوق بوكو عركي فرأى في بيت ابنه قرقي ويلكيسي بوحوكو عركي خبز السوق يوما مال فلم يكلم همونا الله اللين ساخطا اسوق او عريسا على ابنه ويلكيسا فاعتذر إليه فاعتذر ابنه ويلكي سيبا عذر دارته هو أقادي أبيه ميشا لقال راح أبيه
معناه حناقن هو حناقسين يا هي ديديتان كان هو ديتسين يا هي ما شو كده ذي بو أقعدي مركا ويل كيبا عذر دارته وحير أبو رال لهو فقال وحيري ما اشتريت أنا أبو أنا كمان سو يبسنين أنا والرجيم بابا ديك أنت هاي كاجان عنا كوكلا ما بيبسد بقى ولم أرض به الرالنا كما هين إلا إيه كانوا قفك إيه كان أنا الرالي كميه أنا مسو إيب سنين ولكن أحضره لكن سوحا لي مت أكتغي شريكي كي أرضيقا ها أنقو علمي وذاك إني أنقو كوة ذي عشان إنو هلقن كقنقاقي فقال أبوه وعذر دار سوما أبيه ولما أقبلين ويحو يري فقال أبوه سوى جوابي ويحو كيري لو كنت تحتاطو هداد أهان لهيد متك حيلا ذيستا وتتورع أدسك إلالين لهيد وتكورع دقان لهيد من مثله وحان وكله لم يجرؤه كقمونا للرذين شريكك شريك آقا في ذلك أرنكن هدو أغان لهابا إن آد وحاني آد أغفوكتهي ما أنت أقلق كقوما كانين سيدا سيهين إمام النووي رحمة الله تعالى عليه ترجمة ديسا ما كان يأكل يسألوا النوى بكيما هذه النوى وبنان كوحي قلت الله أدبي وفقتها إلى كنت 100 كيلومتر تقريبا بأجرتها مقالة دمشق دمشق مسجد بني أمية أبو حكا برنجري إمام النووي رحمة الله تعالى عليه ما شاسو الشيخ كان نقضي مركو الشيخ يسير لنتي وحي الله دور العلم أدو بضان بي لهي دمشق وحي الله ميلب بضان علم بضان نوى جوغين علماء ذي سوى ويناء باجوغي إمام النووي رحمة الله تعالى عليه آبه سوي من جري راشين كواللوكين جري سيدا سويتهاي هدي هديد لوكينو إمام النووي خاصة بيراها كويا لما قال هذا دمشق هريره هذا معنو جري إمام النووي محاد عيبا لقوي رمحا مرقاسي ويحيو دهي إمام النووي للك نوحا كوباد نواقه هريوحا وقف ليرادو وقف كوينو نقال ناس وما بيراها وقف كوبادنا jilba jil sidoo uga dhaxlay markii dambe waxay iska noqdeen wax dhaxal oo qof leeyah mana garan karayo tii waqaf ahayd iyo tii qofku isagu lahaa marka sida darteed waxaan awoodaa hadda inaan iska wada ilaaliyo oo aanan cuninba haba ii geynayaba abii inta yar uu keeno hayu cuna khalas wax kale ma cuno waxa dimishqi hareeraha ku yaalo dhan sheekhu waa iska ilaali rahmatullahi ta'ala alayh marka qofka hadii wixii ka shaki geliyaabo isaga dhaqaaqo waxa uu nabad galaya diintiisa dacma yaribuk muxuu hadiiski ina ma la yaribuk waxa ku shaki geliyay isaga dhaqaaq wax xalaashiisu ay cadahay oo shaki lahayn cun wa hakada sidaas oo kale ayaa kana wa hakada kanu waxay ahaayeen yatawarruuna kuwa iska ilaaliya falidalika sidaas oo kale ayaa wufiqu ilaahi markay is ilaaliyeen وفجيه للعلم يوالنشربة علمك يفاف تيسيبة حتى بقي إلا أمانت باقي هاي اسمهم إلى يوم القيامة أباقي النقندونه ما قعودي إلى قيوم القيامة أباقي النقندونه أركا إلهينا سيدا سكرنا سبحانه وتعالى وقال لي هذا كتابك رياض الصالحين أما 40 النووي كتبت إمام النووي رحمة الله تعالى عليه مجره 4 مذاهب أفرت مذهبوت إلا وكو قناع سنيهين وانا هيستان كوري مجرو وكمران ياهي ومسلمة كتبتي زا مساجد اينان اولين ماله ريال صالحين كام مساجد والبو ايالة 40 كام ميل والبو ايالة برد احداثان اركي دولد فرانسيسكا واحد اللي يريب كتاب لا ترجمه كتابك وقبضنا ويحو نقضي 40 نو وفرانسيسكا وي محادة عي وكقد وين ياهي امام النووي اي ماذا كلي ولمتك اها وحكى لما اها الا وتقودي سيا ورعيس ورع يساويان مركا سادرت يدو شيخ وحير وهكذا سيداس أيا كانوا وحي أهاين يتورعون كويس إلالي وورعة حلاش أنقوت فلذلك سيداس وفقوا إيا إلهي وفجي للعلم إيا والنشر حتى بقي إلا أباغي نغضي اسمهم إلى يوم القيامة أباغي نقنيو شيخ وجوان مالان يسوما أيه ووصى فقيه من زهاد الفقهاء ووصى وادر دارمي فقيه وكم إذا من فقهاء الزهاد طالب علم بأدر دارمي وحيري أن يتحرز إنه إسكا إلالي عن الغيبة قفك طالب العلم قال غيبة ذا إسكا إلالي وعن مجالسة المكثار وحد كالوض إسكا إلالي سادتك هذا الكبضن فرد قوض إسكا إلالي
oo sababtu ay tahay waxani waa dabeecad iyo dhaqan waa la kala qaataa waatayno soo marnay soomaahin وعن مجالسة المكثار ضدك هذا الكبضان إسكا إلالي فردقوضة وقال وحونا يري من يكثر الكلام قفك هذا الكبضي يسرق وحضي عمرك عمرك أقيب وحضي ويضيع ولمني أوقاتك وقتك سادو الله ذا ورتنا الدقيسة بل محوشي قدونا محوشي قدونا محوشي قدونا محي قاريسة حلق أقيب إنو اللمو عمرك أقين وعلمي أو ما لا يعني بكل ميا وحكوا علي بن أبي طالب وأورنجري قفك هذا الك أن ونكسرين كهذا الله بين يغيب ينميم يوحي النقطبة يكد جيسنا يا أن يعب أورنينين وشريكه وي وذاك سدين دم بيقعد وذاك سنة ذي كا مركا وحكوا الله يهديته بين يوحان معنا الله هنا كبسي درمبا وشريك أجي ويان ومن الورع وحاكم إذا خاصة زمن كان ينول نهفن كدرر كا ومن الورع وحاكم إذا أن يجتنب قفكين وكفوا هذا من أهل الفساد ضدك فساد كاللقية قانوا وإن لقفوا هذا والمعاصين وإن لقفوا هذا والتعطيل وقت اللومنتة تعطيل هو اللومنتي ويان وحلو لجي إذا وقت اللومنتة ضدك اللقية قانوا وإن لقفوا هذا ورعني ماذا كم التهيبة ورعني ماذا ماها حلاش كلية لقوته واختي قول الله إلالينا ورعني ماذا كم التهيبة عمرك أقوى واحد كوي إبسيني سي جنة ذي النارتي سو سيدا ما إن الجنة ينروح كله لجو يبص ده بما مجرته العقل لجو ما يبص ده واحد لجو يبص ده وعمر جنة واحد لجو قالسا عمرك أجمعك وين أتبخيل كتاي واحد هو بتكلي أتكون بحنيس هذا العقد الجواب سيكون كتاي مية واحد بيسجى يبص نيسا ما يوحي ضرورة حاجة ملحة أي أتكون يبص نيسا سيدا أصوك له وقت جاقو إنه ياهي ومن الورع وحاكم إذا تجنب إنه كفوا هذا من أهل الفساد والمعاصي يو التعطيل ومجاورة سدى ويجاور وإنه للدرس جوار كيويان وإنه درس لن غضى الصلحة ضدك وإن ونكسن صالحين تاه فإن المجاورة محايا لي درس نقوشوذ مؤثرة ومد رات ريبتا وقف كان هذا الله صاحبته وقرآن آخرين أيو مشاك هذا قبا نيسا ما هي أدنى كتابك تسوق هذا نيسا واتكود ديا نيسا مدة آخرين نيسا وكو دو قف كان كتابك حقا انتو يزغر لغي مؤقته وحل يريك ويري هذو كان مؤقته كالو عين الله تمادو توبتو وديبتو ويان مركا مركا مجاورة يدرس نمدونا ومؤثرة ويانو راد بير ريبتا وان يجلس قفك وعينو فرديستو مركو علم الدون يهي علمك وقادنا يو مستقبل القبلة قبلة حق ذو وعينو وجيستو ومعنى وتعظيم ويان ما دام اينو الصلاة دي لعادني وكان الدنتين اللوجي دي وين ونكسن تحقق إنا دو جيسته لكن واحد دليل ما وهو ونكسن ويان ويكون وإنو نغض قفكو مستنن مد كس قاتو سنيستا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مر والبس النذي الرادك النبي قوائنا كم وقته ويغتنم وإنو كفا إذا يستو دعوة أهل الخير ضدك أهل الخير كأبريضو ذا يماشي يسوي ماذا نكو الله بريان لقى يا بوقف كم يدوني إلى هي أقبل الله سبحانه وتعالى لكن هذا أفر يا لواتن كاساع ضد أهل الغيبة أهل النميمة أهل الكذبة نحفر نذو قدام بابرو يا دبو يا سوما طب كاساع أنك سو جاري ودرك هذا جوبية روح هذه جوبية نفت هذه جوبية النبي قن عليه الصلاة والسلام مجلس ك ونعكسني مجلس كحن سيدا سكوك لشبهي وكنا في خكير وتوك شبهي قف كبوفين كبرتة صاوبو فينا يا يحامل مسك قف جم حمبارسن عطر كي وحي أدقيه من نواحي ويأذقي سكسو قاري أما يسقى كو مرينا يا أما أبو كسينا يا كو هديينا يا كنا واحي ويا أما أرتي سكسو قاريس أما مرضي وكاجو بياب يا كركي وكاجو بيا دم أبرضا يا واحد كسر دول دولا يا مرك الشيخ وحيره وأن يستنى قفك وأن كس النيستا يعني كس النبوي أنا وقاتص النذي بسنة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ويغتنم وأن كفى إذا يستو دعوة أهل الخير وأن كفى إذا يستو وضد كميشا يسقي ميت إلهي بري يا خير يا وناج كبر يا دعوة إلهي وأقبلي محي ويدي سنيا محي جم جن قليا ويدي سنيا حديثك وتوها ويتحرز وأن إسك إلى لي عن دعوة المظلومين ضدك مظلومين تيل الظلمية الله برق وذوين إسكا إلى عليه فينبغي سيدا درت إذا واحد واجب لطالب العلم ألا يتهاون إنو صنف ذي سنن
بالآداب آدابتي إسلامي قاهيد وإن أظن فضضي سنن والسناني سنوينك النبي عليه الصلاة والسلام إن أظن ديه وحوا سنو ميا كسفو قاضو نبي قال سميه الدين لقو يرواب الدين با ميل لغة تقامله مركا هفضضي سنن وليقا إمام غزالي باوي حوليه جري حدي سنوينك صلاة هراء عمركو كهلي حداد أذيك طالب العلم أذن كفا إذي سن انتا وحي أرادين سيدة دادة وكفا إذي سن يا محيط سيدة أضبا محيطة واحد كفا إذي سن إيسو حداد انتابة كفا إذي سنين بمعنى واحد أصعته وإسكاء هذا البطس ومن تهاونا بالآداب شيخ وحي رقفك فضوض إستاء آذابتا علم قوياني حرم السنن وحب الله حارما اللود ديدا سننت ومن تهاون السنن قف كف سنوين كفوض ضيستانا حرم الفرائض متبمد بود فيسويه متبمد بود فيسويه واجب كائن عدل على سواها كهرية بود فيسواه سننتي سننتين عدل على سانا وح كهرية وحي أذابتها أذابتها وحي علماء ذي إنوك سون نقليين أيق كل نقم جرين أهل العلم كل نقم جرين حديث لهين إن سيدا يق أصمين عنه أصمينه تاسويا معني معنوا وما هي واحترام دتك حمبار سنة علمي قال احترامي تاسلوا لجيدة شيخ مركوحي حرم الفرائض ومن تهاون الفرائض قفك واجب كلميانا حرم الآخرة آخرة إذن هو أياوي وينبغي وحا واجبا أن يكثر الصلاة قفك إنو بدي صلاة دي ويصلى وإنو تكذا صلاة الخاشعين صلاة دي سنة إسكتك وفرفر سميه وإن نقطة صلاة دتك خاشعين تا صلاة السنة أبدي طالب العلم باتها هي أخيرة دونيسة وحباد ضلبيسة وحباد الرادينيسة صلاة أبدي السنة تعاه فإن ذلك محايا لأرن كاسي صلاة الله بديا عون له قرقار بيقفك النقطة على التحصيل والتعلم هي لدي إيو علمك برشدي سيبا وإن شدت سيد أدرت إذا نقبي للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج الأورنجري نجم الدين عمر بن محمد النسفي وعالم من علماء الحنفية كم إذا علماء الأصول الفقه كم إذا خاصة يفق هذا أيان قبي أتري يبيري كن للأوامر والنواهي حافظا كن نقو للأوامر أوامر تشريعة إسلامك إيا والنواهي وحي إن قري بيسبة حافظا مد إلى لي النقو وعلى الصلاة صلاة دينا مواظبا مد دورة ومحافظا إلى لي واطلب علوم الشرع راذي علمك شرعك وجه الدذال واستعن قرقارسو بالطيبات وحيابه ونواناكسا تصير واد نقونيسا انت الضباديت فقيها باد نقونيسا حافظا حافظنا واسأل إلهك انت اهدى الله تمدو دذالة واسأل إلهك إلهك أقبري وويديسو حفظه حفظ ويديسو حافظك إلهي وكو إلالينيا راغبا أذو دونيا من فضله دونيا فإنه ألي ميسي فالله إلهي خير حافظا إلهي أنت وحفظك كان وحفظك بذن ويان معنى إلهي حفظك يسوي ديسو ونفت هذا هكوك الصوناني ويه كلية وقال رحمه الله وحير عليه أطيع إلهي أطيع وجد دذال ولا تكلس ولا تكسل ها عجزنا كسلان هنقوننا وأنتم إذنكو إلى ربكم ترجعون ربك إن حقي ساد الله بنيسان ولا قره ولا تهجعوا هجعوا حويا إلا فرديستو هبع لنقضه فخياركم الورى الضمضة وحا أخير بضن قليلا من الليل إن يرؤوا هبينك كم إذا ما يهجعون إن أي فرديستان معناها إن يستحذنوا وإلهي واتوين وشي كانوا قليلا من الليل إن إسكا سيحذانوا إسكا فرديستان وقتك اللمياني هبينك وحير بأهيد قليلا من الليل ولذلك عبد الله بن مسعود وحكود عي سنجري إله ودتك أقل ذا إيقادك أي نورة تيوي سوما مركز اللي يرمحاد عي ووحور يري كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقليل من عبادي الشكور إلهي سبحانه وتعالى إني ما نورة تيهم بوبا شاقيبا دتك الذاكرين تاه وإلهي كبقنا وورعاه ويريهن من بين الإسلام أقل كسيهن ويكسي يريهن وينبغي وحواجب أن يستصحب قفك إنو الله صاحبه مرو البابا طالب العلم دفترا كتاب وإنو وتو على كل حال حالد والبابا ليطالعه إنو أخرسته
معنا ميل والبات حل يرى فسح هذا هشام وقت ير إنا داخل السنة يسو كتابك أما قرآن هالنقضة أما غير كيبه هالنقضة وأون كتاب إنا داخل يسوته معنو واما هاي فرمرنا أنت اللي قود يديني ضيع الوقت باك دلاني كان هطاد هاي يسوتنا وركي سيبدا مدبا مدبو بناك كدقاء موقت كيو هورا اللي ينوقاتي بالك يراه توش لي آها محال يرى ذا بالير لنعين هرقي سيدنت هذا كهذا ومقع أقوى ناكسني اللوه لله مع واحد كلام ماله محاضر نوي هدي لك صوحي إنترنت ماله وصور ماله وواحد ماله ودنت هذا كهذا عاش هذا لوي هي ها هي مرقى كاسابة ماله اللقاتيبة كاسابة اللقاتيبة بس أنت وياه أنت عم بحاول كنا نقول إبتلينين كويربان هستي مركا سعودي جاه هيدو تلفن كي بايجال لومي مركا تلفن بربينا إبسدو مركا مركا سو إيسو صار بحاله قدام بي مركا سان كويري كنان أباهنا هاي رأسيري كان هاي سنو واجرا وما راح الله بقول يسدح بقول أوريالوي مركا وهم كويري حتى كوه الله ملي مقلة يا ها قفك إسوا عينا ما مغلا يها إنت أم بان وقدن لي هاي با دنتوا إنت لكن وحي إنت داف في سن وضيع الوقت وقتك قالوا مية وينبغي مركا وحا واجب أن يستصحب إنو قاتو دفترا على كل حال حل والباب اللي يطالعه إنو قفك قرتو معناها اللي يطالع إنو طالعنا يو سيدو كلوا إنو هيستو وقيران قلني ورقدنا وحو مغلقو كقرانيو وقيل وحا ليري من لم يكن الدفتر في كمه من لم يكن قفكونا أهان الدفتر كتابك في كمه قعنتي سؤونا أهان لم تثبت الحكمة وقيل وحا ليري من لم يكن الدفتر قفكونا دفترك أهان في كمه قعنتي سؤونا كجر لم تثبت الحكمة في قلبه قلبي سي حكمة ذيكم النقاته لم تثبت كمن جاءت الحكمة في قلبي وينبغي وحواجب أن يكون إنو أهذا في الدفتر بياض ما لعد عدوى إنو ياهي أو مركز نوحي زيادة أو كقرته حواشي ذي ويان ويستصحب المحبرة وإنو قفك الله الصاحب وتويان المحبرة قلنكي ليكتب إنو قرو ما يسمع وحو مغلو من العلماء علماء ذي أكا مغلو حكمة ذي إيو دين تي وحي لم يذوح الله لو وحو مغلب إنو قرون إيو تاسا إذن مهمة والله سبحانه وتعالى سنة النوافل رواتب وإسكو وذميد ويان نوافل لكن وحا ليراه ذا سلا ذا السنة ذا إرعاق واجبك رواتب بالدها لأن الراتب ذا سلا ذا أبي راعيان انت كلا لكن وسنن ويان أما النفل ويان وتركي سلا ذيه كلا سلاة الليل كي وحي اللميدة مواظبة جوكتين ويان محافظة إلى لين. ومن أعرض عن ذكري وحلو لجد قرآن كقف كديدة إنه إسلام كديدة ويان فإن له معيشة ضنك وحلو ليه نور العريرة. يسندن عبو كسو قال يا كلما إنسان كوكف قادو إلهي سبحانه وتعالى ودوانشه سنولشي سعريري بيقليسا كلما أدونك أتكسي فقاته حتى أذيك مسلمك نولش هذا عريري بيقليسا مر الله لي مركات إلهي أسو دواته سبحانه وتعالى طمأنينة دريميسا ألا بذكر الله قلبك أقوى حسيلا يا مر الله لمرك قرآنك أقوبته ذكرك أقوى إلهي أقوبته قلبك أقوى حسيلا يا مرك أفك أقوى كي يراضه قلبك أقوى كي يراضه والولي والبهاري وحكو الدليبة مرق ويان والله أعلم.